برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل، ونتناول في هذا المشهد آخر المستجدات على الساحة اليمنية، خاصة بعد أن غادر المبعوث الأممي صنعاء دون تحقيق نتائج حول الحديدة. الحقيقة من المقرر، وده الجدير بالذكر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، يدلي خلالها المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس علما بتفاصيل الخطة الشاملة للسلام في اليمن. لماذا تحديدا هذا الاهتمام البالغ بالحديدة انطلاقا من الأزمة اليمنية برمتها؟ يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد الملك اليوسفي، المحلل السياسي اليمني. برحب بحضرتك وبرحب بحضرتك على شاشة النيل الأخبار وفي مشهد هذا اليوم. مرحبا بك أستاذة دينا والمشاهدين الكرام. شكرا لحضرتك يا فندم. يعني دكتور عبد الملك، احنا بقالنا الحقيقة فترة موضوع ميناء الحديدة يتناول في كل الحقيقة المحافل، وهناك جلسة لمجلس الأمن، غادر المبعوث الأممي صنعاء دون تحقيق نتائج كما ذكرت، وهناك أيضا العديد من المحاور الرئيسية التي لابد أن نتحدث عنها، ولكن أهمية هذا الميناء. أولا قبل أن نتحدث عن أهمية ميناء الحديدة، هو الكلام شائع حول أهمية ميناء الحديدة، مسألة قطع التمويل للإنقلابيين، الاقتصاد، التأثيرات على الإمداد، على الإمداد بالأسلحة، أمور كثيرة تقريبا تم تداولها في الإعلام بشكل كبير. نعم. لكن أنا سأركز على ما يهم مصر في مسألة تحرير ما تبقى من الساحل، كون التصريحات الأخيرة والسلوك الحوثي الأخير الإرهابي تجاه التجارة الدولية أصبح شكل تهديد على قناة السويس، وبالتالي أصبح مسألة تحرير الحديدة عملية عسكرية ضرورية لتحقيق الأمن والسلم الدوليا ولتحقيق الأمن والسلم للمنطقة العربية. أصبحت يهدد ميناء جدة، يهدد قناة السويس، وبالتالي أصبح تحرير الحديدة ضرورة. الاهتمام نابع أولا من أهمية القضية اليمنية في مسألة الأمن والسلم في المنطقة. المنطقة هي تقريبا الخزان النفط الأول في العالم، إذا انفجر خزان النفط في الشرق الأوسط فسيرتفع برميل النفط إلى أكثر من $500 و$600. لذلك العالم كله يرقب هذا المكان، لأنه في الأخير العالم يعرف أن هنالك صراع ما بين مشروع عربي. حضرتك عايز تقول أنه أمن قومي مصري أيضا، ولكنه أمن قومي أيضا عربي. نعم. طيب كيف يمكن النظر للتحرك من قبل التحالف في هذا التوقيت، خاصة مع التهديدات اللي حضرتك تذكرها الآن؟ الواضح أنه قبل شهرين أو قبل شهر و15 يوم، لعلكم تذكرون أنه بعد القرار الأمريكي بشأن إعادة النظر في الملف النووي الإيراني والاتفاقية الملف النووي الإيراني، تشكل تحالف غير معلن فرنسي بريطاني أمريكي بإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة. أصبح النشاط الإيراني يشكل تهديد، وكان هذا شكل تحول لم يراقبه كثير، يعني كثير من القراء للواقع السياسي لم ينتبهوا لهذا التحول في الموقف الدولي، والذي كان من نتائجه تحول الموقف الدولي من الضاغط باتجاه تحييد الحديدة وعدم الدخول في عمل عسكري في الحديدة إلى الضغط باتجاه ضرورة تحرير الحديدة وتحرير ما تبقى من الساحل، وضرورة قطع الذراع الإيراني المطل على البحر الأحمر لحماية الأمن والسلم الدوليين، لحماية التجارة الدولية، ولقطع إيران ذراع إيران في المنطقة. نعم، لأن الحديدة أيضا هي يعني الذراع المباشر لدخول المساعدات الإنسانية. أنا هأخذ معك هذه النقطة بشيء من التفاصيل، ولكن دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم لاحقا. مع تعثر محادثات المبعوث الأممي مارتن جريفيث في صنعاء مع ميليشيات الحوثي بشأن الحديدة، أكدت الإمارات تواصل العملية العسكرية التي بدأها التحالف العربي الأربعاء لحين الانسحاب غير المشروط للميليشيات الحوثية من المدينة. وبحسب مصادر أممية، رفضت قيادات ميليشيات خطة جريفيث التي تقضي بانسحابه من الميناء وتسليمه لإشراف أممي، مطالبين بمزيد من الوقت لدراسة مقترح المبعوث الأممي.
ميدانيا، تكبدت ميليشيات الحوثي خلال عملية تحرير مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، تكبدت خسائر فادحة حيث قتل عشرات العناصر من المتمردين، بالإضافة إلى تقهقر كبير على مختلف المحاور خاصة محور مطار المدينة، حيث اندلعت معارك عنيفة وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي. وأفادت مصادر أن الحوثيين يحتجزون عددا من المزارعين في محافظة الحديدة ويستخدمونهم كدروع بشرية بعد أن حولت مزارعهم لسكنات عسكرية ومخازن للأسلحة. ويهدف التحالف العربي إلى تحرير الحديدة الواقع على الساحل الغربي وميناءها من قبضة الحوثيين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الخام لأكثر من 8 ملايين يمني في محافظات الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة. برحب بحضراتكم مرة أخرى. يعني زي دكتور عبد الملك لما تابعنا هذا التقرير، النقطة الأخيرة التي تحدث عنها زميلي في هذا التقرير فيما يخص دخول المساعدات الإنسانية والمواد الخام، خاصة وأنهم يعني في الحديدة الانسحاب غير المشروط للمتمردين الحوثيين، وهذا ما أقر من قبل المجتمع الدولي وأيضا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. هناك تغريدات كثيرة لأنور قرقاش في يعني في الساعات الأخيرة. كيف يمكن النظر لتقهقر ميليشيات الحوثي ولكن حتى هذه اللحظة لديهم عتاد وتمويل من قبل دول نعلمها جميعا؟ تفضل أستاذة دينا. دعينا ووضح في شيء، حصل لبس. الأذرع الإعلامية القطرية تحاول أن تلبس تخلط الأوراق في المشهد. دعيني أؤكد على مجموعة من النقاط ضروري، وذلك بناء ليس فقط عن تعبير موقف وإنما عن قراءة معمقة للتعبيرات الرسمية عن التحالف العربي والتعبيرات الرسمية للدول الفاعلة في مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي وعن الأمم المتحدة ومجلس الأمن. نعم. هنالك اتفاق أو اتساق شبه تام بين التحالف العربي والموقف الدولي فيما يتعلق بالأمور الإنسانية. أولا، مخاوف التحالف الدولي من انقطاع المساعدات وعدم وصول المساعدات إلى المستحقين، إلى الإغاثة وانقطاع الإغاثة، هي نفس المخاوف الأممية. مخاوف التحالف العربي من فاتورة الدم بين المدنيين هي نفس مخاوف المجتمع الدولي. في قطر وإيران، المخابرات الإيرانية والمخابرات القطرية اشترت جزء كبير من شخصيات أممية تتخذ من الغطاء الحقوقي لتحقيق أجندة استخباراتية، تحاول أن تسوق أن التحالف العربي ينتهك حقوق الإنسان، أن التحالف العربي يكثر فاتورة الدم، أن التحالف العربي وتخوف من مسألة الفاتورة الإنسانية وعدم وصول المساعدات إلى الناس، وتخوف أن هنالك 8 مليون مواطن متضررين من العمليات التي تجري في الحديدة. هذه الادعاءات التي تفعلها الأجندة الاستخباراتية القطرية الإيرانية، في حين أنه نرى على الأرض أنه التحالف كل استراتيجياته العسكرية تصب في حماية المدنيين، في حين أن الحوثيين يحاولوا أن يسحبوا العمليات العسكرية إلى المناطق الآهلة بالسكان والمزدحمة بالسكان، نلاحظ أن التحالف كل استراتيجيته البعد عن المناطق المأهولة بالسكان. في حين أنه رأينا في المنظر الحوثيين يغلقون على المدنيين في الحديدة الآن، يغلقون على المدنيين الحضور الخروج ويحاصروهم حتى لا تصل إليهم سيارات الإسعاف، اضطرت القوات المشتركة اليمنية والقوات الإماراتية أن تقوم بعملية عسكرية خاصة في المنظر من أجل ليس لهدف عسكري استراتيجي واقع على الأرض، وإنما لفك الحصار على المواطنين حتى تصل سيارة الإسعاف لأولئك المواطنين الذين قصفهم الحوثيين. المحاولة الحوثيين كعمل عسكري رفع الفاتورة الإنسانية مع الزج بالمدنيين، مع الأعمال والجرائم، مع التاريخ الأسود للحوثيين وبعض المنظمات الأممية في منع الوصول. يعني الحوثيين تقطعوا
64 سفينة تم بشغل قطاع طرق تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، 218 قافلة إغاثية تم التقطع لها من قبل الحوثيين بشكل قطاع طرق. كان تسلم المليارات الدولارات من الدعم، لما تجي تشوف الدعم للعمل الإنساني في اليمن هو أغلبه 95% جاي من دول التحالف العربي، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت إلى الآن 14 مليار دولار خلال 3 سنوات كدعم للعمل الإغاثي في اليمن. في الأخير يجي تقول لك الإعلام القطري والإعلام الإيراني إنه خايفين لما تصلش المساعدات الإنسانية إذا سيطر التحالف على الحديدة. أي عقل أنا أصدق؟ التحالف العربي يدفع الفلوس علشان تقيل إغاثة، ثم نشوف الفلوس الذي يدفع التحالف العربي يسرق الحوثي ويحولها إلى مجهود حربي خلال 3 سنوات. لما يجي هنالك عملية عسكرية من أجل تحرير الميناء لضمان وصول هذه المساعدات التي يضخها التحالف العربي، قال لك لا، التحالف العربي إذا سيطر على ميناء الحديدة ما بصلش المساعدات. طيب مصدر المساعدات هو التحالف، فبالتالي هنالك خلط أوراق بشكل مقرف. طيب هذا يعني الخلط في الأوراق اللي حضرتك بتذكره الآن، خلينا يعني زي ما احنا عارفين أن هناك أنور كركاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أعلن أن العملية العسكرية التحالف العربي بالتعاون مع الجيش اليمني زي ما حضرتك ذكرت ستستمر في الحديدة لحين الانسحاب غير المشروط للمتمردين الحوثيين. ما هو الانسحاب غير المشروط في رأيك؟ يعني كيف سيكون هذا الانسحاب أو شكل هذا الانسحاب، خاصة أن في 3 محاور: حماية المدنيين، ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية، تحول العمليات العسكرية إلى مفاوضات سياسية. كيف يمكن أن يتحقق هذا على الأرض، خاصة في ظل الحديث اللي بتتحدث عنه بأن هناك دعم من قبل دول عربية وإقليمية فيما يخص الأزمة اليمنية؟ دعيني قبل أن نجيب على سؤالك أستاذة دينا أكمل ما بدأته بما يتعلق بالمساعدات. نعم. كانت الأبواق الأممية، بعض الأبواق الأممية، هي ليست موقف الأمم المتحدة. موقف الأمم المتحدة عبر عنه أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في كلامه على حظر في آخر اجتماع لمجلس الأمن قبل 4 أيام في الجلسة المغلقة بشأن اليمن. تكلم عن حظر، عن انتهاك حظر تصدير الأسلحة الإيرانية، تكلم عن انتهاك القرارات الأممية بداخل الحديدة من خلال تهريب السلاح للحوثيين، وكأنه يقول أن موقف الأمم مع تحرير الحديدة لإيقاف هذه الانتهاكات. هذا موقف الأمم المتحدة. في موظفين أمميين يحاولوا أن يصوروا أن الأمم المتحدة مع الحوثيين، وأنه في حين هذا الكلام مش وارد. وبالتالي كانوا يتكلموا أنه في 8 مليون متضرر. الإمارة في تغريدة نزلت لمعالي الدكتور أنور قرقاش قبل ساعة تتحدث أن هنالك 1,700,000 يمني سيستفيدون من الجسر الإغاثي العاجل غير الدعم هذا الذي المعتاد خلال هذا الشهر، و7 مليون يمني سيستفيدون من الإغاثة العاجلة خلال الشهرين القادمين. وبالتالي يعني جواب التحالف العربي فصيح جدا، ما فيش كلام. الآن تم تسيير 10 سفن إغاثية من قبل الإمارات فقط، والمملكة العربية السعودية عدوا وحدها، عاد إغاثتها جاية بالطريق. يعني بالتالي التحالف يتحدث بأفعال، بينما أولئك يتحدثوا بإرجاف وإشاعات. هذا الأمر عندما ننظر إلى الموقف بشأن التسليم غير المشروط، لعلكم تذكرون في قناة النيل في أكثر من مداخلة هاتفية كنتم تسألونني عن مهمة مارتن غريفيث في صنعاء، قلت لكم مهمة مارتن غريفيث التفاوض على التسليم، ولعلكم تذكرون أن هذا الكلام قلته لكم يوم سافر مارتن غريفيث من صنعاء. ودعني أذكر المشاهد الكريم بكلام قلته ذلك اليوم، إنه مهمة مارتن غريفيث جاءت بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأحداث في الحديدة، والتي كانت كلها الموقف الدولي يصب مع التحالف العربي. بريطانيا التي كانوا يقولوا أن بريطانيا تضغط باتجاه عدم تحرير الحديدة، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن وقتها أن التحالف العربي تدخل في اليمن بطلب من الرئيس الشرعي لليمن، وأن العمليات في الحديدة هي تأتي في هذا الإطار. هذا موقف الموقف الأمريكي واضح. الموقف الفرنسي انتقل من موقف الدعم المعنوي للعمليات التي تجري إلى المشاركة العملياتية بقوات تساعد في اكتساح الألغام ونزع الألغام. وبالتالي الآن نتحدث عن تحول دولي تجاه القضية في تحرير الحديدة برغبة دولية لتحرير الحديدة، ثم الخروج الحوثيين بتسليم غير مشروط. التفاوض على التسليم، يعني عندما نأتي للتفاوض بتكون هناك أطراف كثيرة في التفاوض. هنتحدث في الأزمة اليمنية هناك طرفان في هذا
التفاوض، هناك من يريد حلول سياسية على الأرض بالفعل، وهناك من يرى زي الدول الإقليمية كإيران على سبيل المثال وكثير من المحللين الهيمنة على تلك المنطقة. كيف يمكن أن يكون هناك تفاوض على التسليم في رأيك؟ أستاذة دينا، إيران تمارس السفاح السياسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. إيران تدخلها في المنطقة مرفوض من أبناء المنطقة ومرفوض من العالم كله. نعم. وبالتالي أي تدخل من طهران هو يزيد من حدة الإجراءات الصارمة التي ستلقاها طهران، والتي ربما تتولد عنها عملية عسكرية مباشرة إلى رأس الأفعى في طهران. هذا أمر. وبالتالي لا تعملي حساب لطهران، لأن طهران لديها من المشاكل ما يكفيها لأنها لا تستطيع الدخول في مواجهة بشكل مباشر في المنطقة. الأمر الآخر، عندما نتحدث عن التفاوض في عملية مثل الحديدة، الحديدة الآن تقريبا تتحرر خلاص، يعني الميزان العسكري على الأرض محسوم، إلا أن التحالف العربي لديه مخاوف، يريد أن يقلل فاتورة الدم بين المدنيين، يقول لك انسحب حفاظا حقنا لدم المدنيين. لكن الحوثي مصمم، توجه مارتن جريفيتس إلى صنعاء من أجل الحصول على هذا الخروج الآمن لمقاتلي الحوثي. نعم. يعني هو ذهب يقول لك المقاتلين حقك في محرقة، معك أباتشي، معك درونز، معك ميزان قوة مختل. إمكانيات التحالف العربي والقوات المشتركة اليمنية لا مجال للمقارنة بينها وبين الإمكانيات الضعيفة لدى الحوثيين. نعم. الحوثيين أصبحوا بإمكانية غير عادية، كل يوم تصل الأعداد مئات القتلى من الحوثيين. وبالتالي كان التحالف العربي يقدم عرض للحوثيين، خرجوا مقاتليكم علشان سلامة مقاتليكم. نعم. لكن الحوثي مغامر. طيب، عبد الملك الحوثي قال سنقاتل إلى يوم القيامة. نعم. هنأخذ هذه النقطة مع حضرتك مرة أخرى. وينضم إلينا من المملكة العربية السعودية السيد مبارك العاتي المحلل السياسي. بعد التحية لحضرتك يا فندم، اعتبرت قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الانقلابية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جزان السعودية. كيف ترون هذا الأمر مع الاستمرار فيما يخص ميليشيات الحوثي الانقلابية في التهديدات المباشرة للمملكة العربية السعودية؟ جدا جدا. حضرتك سامعني يا فندم؟ حول ماذا يعني؟ شو اللي صاير؟ عشان حديدات؟ نعم، نحن نتحدث اليوم عن مغادرة المبعوث الأممي من الحديدة دون يعني وجود أي حلول على الأرض، وأتحدث عن التهديدات المستمرة الإيرانية للمملكة العربية السعودية. وهناك اعتراض من قبل قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الانقلابية. تفضل. سيد مبارك، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال الهاتفي من المملكة العربية السعودية. عودة مرة أخرى دكتور عبد الملك، نتحدث عن كنت بتحدث مع ضيفي الآن ولكننا فقدنا الاتصال عن هذه التهديدات المستمرة من قبل وهذا الصاروخ الجديد الباليستي الذي أطلقه على المملكة. واحد من المبررات الأساسية للتعجيل في عملية تحرير الحديدة بإجماع دولي كان إيقاف، كما قلت لكم سابقا الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الانتهاك الجسيم للقوانين الدولية، خصوصا قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والقرار 2116، ثم الانتهاك لنظام حظر تصدير الأسلحة الإيراني. هذا الانتهاكين نتج عنها مضاعفات خطيرة على الأمن والسلم في المنطقة، من ضمنها الصواريخ البالستية التي تصدر للحوثيين من إيران والتي تستهدف المملكة العربية السعودية. بالتالي هذا الاستهداف هو تأكيد رسالة سلبية يبعثها الحوثيون للمجتمع الدولي أنه بضرورة تسريع تحرير ليس فقط مدينة الحديدة بل الشريط الساحلي بالكامل. لأنه أصبحنا الآن أمام 3 سنوات من الإخفاق في نظام مراقبة موجود في جيبوتي، لكن نظام تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة مخترق بشخصيات مشبوهة.
لم انا كمحصله كقارئ سياسي واستراتيجي للموضوع اشوف كمحصله هنالك اخفاق. نظام تفتيش موجود تابع للامم المتحده الا انه الاخفاق، وهذا حتى باعتراف الامم المتحده نفسها انه اخفاق من مكتب الاوتشا مثلا في اليمن الذي المسؤول عن هذه القصه. في الاخير المحصله انه وصلت الصواريخ البالستيه، وبالتالي ضروري كان الانتقال الى نسق اخر وهو تأمين ما تبقى من الشريط الساحلي لإيقاف أي عملية تهريب للأسلحة الإيرانية. هذا الإخفاق طب يعني ناتج عن إيه؟ هل ضعف في الرقابة؟ يعني هذا الإخفاق في رأيك كتحليل سياسي؟ الموضوع أعمق من مسألة ضعف الرقابة. أستاذ أقول لك بشيء يعني كلمة المشاهدين الكرام. فضل. الجوقة الإعلامية اللي هي من مكاتب الأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية ذات العلاقة التي لها صفة استشارية، من الشخصيات اللي بتشتغل مع المخابرات القطرية هي نفس الشخصيات التي شاركت في هذا الإخفاق، بل سميها التواطؤ. عندما يكون الشخص المسؤول عن الأوتشا ضيف دائم في قناة العالم الإيرانية وضيف على قناة الميادين الإيرانية ثم ضيف دائم على صحيفة الثورة المختطفة من قبل الحوثيين ثم يجاهر جهارا يعني بدعمه للحوثيين وهو المسؤول الأول عن الأوتشا في اليمن، المسألة فيها أجندة استخباراتية. الموضوع لا يتعلق بالأمم المتحدة وإنما يتعلق سبق كذلك الذي أقيل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الذي تم إقالته بطلب من التحالف العربي الرسمي ومن الخارجية اليمنية نتيجة النشاط المشبوه الذي كان يقوم فيه لخدمة الإنقلابيين. طيب هل يمكن القول أيضا مع يعني هذا الإخفاق اللي حضرتك تحدثت عنه أن هناك أيضا الطبيعة الجغرافية لليمن طبيعة وعرة كما نقول، الطبيعة الجغرافية أيضا لليمن تساعد على دخول هذه الأسلحة والعتاد؟ لا للانقلابيين؟ لا لا أستاذة دينا، الطبيعة الجغرافية لليمن معك 3000 كيلومتر على الشاطئ هي المدخل الذي يدخل منها الحوثيين. نعم. الذي تدخل منها الأسلحة للحوثيين. من هذه 3000 كيلومتر تم تحرير ما تبقى منها لا يزيد عن 100 كيلومتر تحت سيطرة الحوثيين، إلا أنه هذا ما تبقى يشكل ميناء الحديدة التي تعتبر الميناء الرئيسي والتي أصر الموظفون الأمميون لتكون الميناء الرئيسي لوصول المساعدات الدولية. أنا أريد أن أذكر المشاهد الكريم بحدث حصل في عام 2015، في يوليو 2015 أمسكت قوات التحالف العربي في عرض البحر سفينة محملة بشحنات أغذية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي. نعم. وكانت تحتوي أسلحة إيرانية مهربة للحوثيين. طيب يعني حضرتك يعني حتى كانت على فكرة دي مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. لما نتحدث عن الأوتشا حضرتك تتحدث عن وتثير يعني أصابع الاتهام إليهم بأنهم يساعدون من ناحية الجماعات المسلحة الانقلابية وأيضا بيساعدون في شكل دخول مساعدات إنسانية. طب أين الأمم المتحدة فيما يحدث لو صح هذا الحديث يا فندم؟ الأمم المتحدة للأسف الشديد في كان دعيني أتحدث بموضوعية جدا حتى لا أكون متعصب، كان هنالك خلل كبير جدا وإخفاق دبلوماسي كثير من الحكومة الشرعية. يعني يقولوا المثل هنا إذا لو غاب القط العب يفر. غاب القط للحكومة الشرعية عن هذه الرقابة، عن ضبط الأمور، عن رفع الشكاوى، عن التحرك الدبلوماسي من أجل هذه الأمور، فلعبت كل الجرذان. الجرائم التي تمر دون عقاب تؤسس الجرائم بعدها، لم يجدوا ملاحقة. عندما أقيل منسق الشؤون الإنسانية بعد عملية بدأت بعد قبل شهرين تقريبا بعد أن كشف وجهه القبيح وعمل فحصل كنترول كثير، بدأنا نشاهد كثير من الجرذان تتخفى. قد كان المسألة في العلن، كان أولئك المرتزقة الحقوقيين المأجورين مع المخابرات القطرية والإيرانية من داخل المنظمات قد كانوا يشتغلوا في العلن. لدرجة أنه 3 موظفين أمميين حضروا حفل تدشين المجلس السياسي للحوثيين. يعني تصوري 3 قيادات في مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء يحضروا اجتماع الحفل إشهار المجلس السياسي للحوثيين الذي بموجب ذلك الإشهار سلم السلطة في اليمن. بالتالي قد كان المسألة الباب على الغارب. الأمم المتحدة للأسف الشديد معها النظام بيروقراطي غير عادي تعتمد على التقارير التي ترفع لها وبالتالي ما شاء لها هذه التقارير. لم يوجد من يشتكي
غياب الشكوى، غياب من يشتكي، هذا كان تقصير من الدبلوماسية اليمنية. ولكن الآن الوضع مختلف. أنا أتفائل كثير بالدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، رجل بيعمل عمل جميل، ومن بعد ما جاء للوزارة هناك كثير من الأمور انضبطت. هناك تقصير في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، لا زال إلى الآن تقصير، وزير ونائبه وجالسين ما يشتغلوش للأسف الشديد. يعني طب يعني اللي هي معني بإصدار التراخيص لحركة هؤلاء الناس. نتفائل كثير بوزير الداخل الخارجية الجديد الأستاذ خالد اليماني، ونعتقد أنه يعني المسألة هنالك أعمال استخباراتية لا تواجه بعمل استخباراتي من الحكومة الشرعية، وبالتالي هذا هنا الخلل. يعني الناس هنا في مصر تدرك وتعرف كم قطر لعبت بأذيالها هنا في مصر، وأنتم تعرفون جدا القذارة القطرية وكم اشتغلت. الآن قطر تضخ عشرات ملايين الدولارات، إن لم تكن مئات ملايين الدولارات كرشاوة لتحريك الجرذان، للتحرك لإرباك الموقف كما هو حصل الآن في الحديدة. طيب متى يعني من ما هو الرادع سيكون في المرحلة المقبلة زي ما احنا تحدثنا؟ ولكن هاخد معك هذه النقطة، وينضم إلينا عبر الهاتف السيد جمال براث، مدير تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كيف تتابع الموقف فيما يخص الأزمة اليمنية بعد مغادرة المبعوث الأممي دون تحقيق أي أهداف؟ حقيقة كانت النتيجة الخاصة بالمبعوث الأممي نتيجة متوقعة، وخاصة وأن الحوثيين ضررهم ليس بيدهم وإنما بيد إيران. المقترح الذي طرحه المبعوث الأممي، السبق وأن طرحه المبعوث الأممي السابق منذ أكثر من عامين، وطرح في أكثر من مفاوضات، وكان دائما يبدأون الحوثيين بالموافقة ويعلنون أنهم شبه موافقين على هذه المقترحات، وإنما يريدوا بعض التعديلات ثم يعودوا وينقلبوا على كل الاتفاقات. الاتفاق الذي كان طرحه مندوب الأمين العام للأمم المتحدة كان اتفاق أعتقد أنه جزء منه معلن وجزء آخر غير معلن. الجزء المعلن هو تسليم مينا الحديدة، والجزء غير معلن هو امتداد لتنفيذ قرار 22/16 بأن يقوموا الحوثيين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في المنطقة الساحل الغربي إلى جهة محايدة، لجنة مشتركة من الحكومة ومن الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه الأسلحة متواجدة في الساحل الغربي وهم يعلنون انسحابهم من كامل الساحل الغربي. ولكن هذا لم يتم، وأعتقد أن هذه النقطة خاصة هي التي أدت إلى عدم نجاح المبعوث الأممي. وطبعا السبب الرئيسي في عدم نجاحه والسبب الرئيسي في استمرار هذه الحرب هو التحكم الإيراني بالحوثيين بكل أسف. نعم. طيب في ظل هذا الحديث، وحضرتك ذكرت بالفعل هذا القرار الأممي الخطير 22/16 بتسليم الأسلحة، وزي ما حضرتك ذكرت هناك من يقف خلف الحوثيين مع وجود تهديدات مستمرة للمملكة العربية السعودية، كيف يمكن النظر لهذه المسألة مع وجود أيضا زي ما ذكر معي عبد الملك اليوسفي هنا في الاستوديو دويلة تقف وتمول بالمال والعتاد؟ كيف سيكون مستقبل الأزمة اليمنية في رأيك؟ أنا بالحقيقة لم أسمع مداخلة الزميل عبد الملك اليوسفي كاملة، ولكن يعني أنا أعتقد أن المقصود بالدويلة هي قطر. يعني أنا أعتقد أن بالنسبة لقطر دورها كان بكل أسف ليس من الآن ولكن منذ 2004 في دعم الحوثيين. ليس من اليوم ولكن منذ 2004 هي التي أعطت الإيحاء في وقت سابق لرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنهم يريدوا الدخول في معادلة ومحاورة سياسية، وكانوا يلعبون على الوتر أنه من الممكن أن يكونوا الحوثيين جزء من المعادلة السياسية وفي نفس الوقت يستمر وجودهم لتهديد المملكة العربية السعودية نتيجة للخلاف الموجود بين الدولتين. الحقيقة أنه قطر طرحت هذا الطرح منذ 2004 وتفاجأ الشعب اليمني، كانوا في 2004 الحوثيين قد انكسروا وقد هزموا وبدأت الأمور تستقر في محافظة صعدة لولا أن حدث الدعم المفاجئ القطري اليوم. اليوم أيضا نحن نتفاجأ من الطرح الذي تطرحه قناة الجزيرة. كثير من الناس
حتى من كانوا أكثر تطرفا ومساندة لقطر في وقت من الأوقات من الأحزاب السياسية، خاصة حزب الإصلاح الذي كان على علاقة وثيقة بقطر والأخوان المسلمين في داخل اليمن، تفاجأوا كثير من أنصاره بالطرح الذي تطرحه الجزيرة وكأنها قناه ناطقة باسم الحوثي. الوقت الحاضر أعتقد أن الحقيقة وضحت أمام الجميع أن ما كانت تقوم به الجزيرة حتى من كان مخدوع بها ومن كان يؤيدها لا يستطيع اليوم أن يتحدث بها. بكل أسف امتداد الدور القطري ليس قاصرا فقط على الجانب الإعلامي ولا الدعم الموجه فقط للحوثيين، ولكن نحن نستشعر بأنه الدور القطري أيضا تحاول أنها تفتعل في الخارج بعض عن طريق المطابخ حقها وعن طريق القيادات الخاصة بها أن تقوم بتأثير حول سير المعركة الحديدة وأن تؤثر على الرأي العالمي. ولكن بالمجمل الحمد لله أعتقد أن المجتمع الدولي الآن أيقن في الوقت الحاضر بأن الحوثيين هم المتسببين في هذه المشكلة اليمنية، الحوثيين هم مدعومين من إيران وقرارهم ليس بيدهم وإنما بيد إيران، الحوثيين يهددون السلم والأمن الدوليين، وبالتالي كل الإجراءات التي تقوم بها التحالف التي كانت في وقت من الأوقات في بعض الأحيان يطرح الرأي العام العالمي والدول الغربية تطرح طرح بحماية المدنيين، أعتقد أن هذه كلها قد رفعت والآن الطريق مفتوح لتحقيق الانتصارات. طيب حضرتك سيد جمال تحدثت عن نقطة يعني غاية في الأهمية وغاية في الخطورة في نفس الوقت، التهديدات الإيرانية المستمرة للمنطقة تأتي في إطار الأطماع الإيرانية التي لها جذور تاريخية، من سيكون الرادع لهذا الموقف؟ أنا أعتقد أن وجود التحالف اليوم العربي وقطع يد إيران من اليمن هو تحقيق انتصار للوطن العربي بصورة كاملة، وسيستمر هذا الانتصار. الخطوة الإيرانية أو ما أطلق عليها الثورة الخمينية في 79 والتي أرادت أن تصدر هذه الثورة إلى المنطقة إذا كانت نجحت في بعض الأقطار، ولكنها الحمد لله بوجود التحالف العربي بوجود الوضع في داخل اليمن بالانتصارات التي تتحقق يوما بعد يوم أعتقد أنها قطعت يد إيران وقطبت أحلامها، كانت تحلم بأن يكون لها تواجد على الساحل الأحمر، كانت تحلم بأنها تهدد مثلما كانت تهدد مضيق هرمز أنها تريد أيضا أن تهدد مضيق باب المندب، ولكن هذا كله الحمد لله في الوقت الحاضر قد دحض، والتحالف العربي أثبت أمام العالم أنه لا يمكن السكوت على طموحات إيران ولا يمكن السكوت على وجودها بهذا وتدخلها في أكثر الوطن العربي. وأعتقد أن اليوم نشهد انتصارات في اليمن وبنفس الوقت هذه الانتصارات أيضا تترجم على أرض الواقع في لبنان بالشعوب الحرة وفي العراق أيضا الانتخابات العراقية والهجوم على التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية وتوحد الشعب العراقي اليوم أيضا هو تجسيد للانتصار الذي تحقق في داخل اليمن. وأعتقد أنه باكتمال تحرير الكامل اليمن من أيدي الحوثيين سيأتي صورة للعالم كله وسيثبت للعالم كله فشل المشروع الإيراني سواء كان في داخل الوطن العربي أو في الخارج. نعم السيد جمال براث مدير تحرير موقع اليمن العربي، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الملك يعني هاخد تعليق عن الحديث اللي تحدثت فيه الآن عبر الهاتف مع السيد جمال، ليك أنا شايفة أن فيه ليك حضرتك تعليق. هو ما قاله الأستاذ جمال هو في كبد الحقيقة، أنه في الأخير الآن المشروع الإيراني في تراجع، تستطيع أن تقول أنه القطريين الآن يضخوا المال كالذي يسكب الماء في الحصى، يضخوا كثير من المال لصنع موقف دولي لإرباك الموقف. ودعينا نتحدث بموضوعية لأنه المستمع يريد أن يعرف ما الدافع، يعني هو دائما إذا رأيت الجريمة فاسأل عن المستفيد. بالفعل منذ عام 1995 عندما انقلب عاق والديه على أبيه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقفت بموقف الفزعة العربية مع شرعية الوالد. نعم بالفعل منذ ذلك الحين وتنظيم الحمدين جعل هدفه زعزعة ما يتعلق بكل أعمال عدائية تجاه المملكة والإمارات، واستخدم منبر الجزيرة في وبالتالي كما شهد الدعم للحوثيين هو يأتي في هذه الاستراتيجية. أنا يمني ومتابع للشأن القارئ سياسي متابع للشأن اليمني من بدري يعني من التسعينات،
أستطيع أن أنقل للمشاهد العربي أن الدعم القطري للحوثيين كان أكثر من الدعم الإيراني في بداية التأسيس. يعني كان هناك معاهد في صعدة يؤسسها الحوثيون بدعم مباشر من دولة قطر قبل عام 2000. يعني المسألة بدأت بدري العلاقات نعم. مع الحوثيين. نعم. في كان هنالك تحويلات قطرية للأموال للحوثيين، وغسيل أموال قام بها فارس مناع لتحويل لوصول أموال قطرية إلى الحوثيين مبكرا في بداية الألفية الثالثة، حتى لا يعلم أحد بالدور القطري مع الحوثيين. نعم. ثم في عام 2004 الحوثيين حصلوا انتكاسة كبيرة في الحرب الأولى، تدخلت قطر بكل قوتها لإعادتهم كطرف مفاوض، وضخت آنذاك 500 مليون دولار وأعطتها للحوثيين. ثم في عام 2006 ضخت مليار دولار تحت مسمى إعادة إعمار صعدة وأعطتها للحوثيين. لا، ليس من حتى أكون موضوعي، ليس لأجندة أيديولوجية لدعم المشروع. وأيضا تمويلات في العراق وفي سوريا. نعم، تمول نحن في العراق تمويل في ليبيا. نعم. تشتغل في كل مكان. أشياء موثقة من قبل الأمم المتحدة، تدعم الإخوان، تعمل. نعم. كل هذا. طيب، ليس أين المجتمع الدولي فيما يحدث من؟ يا أستاذة، المجتمع الدولي لديه بيروقراطية أوسخ من بيروقراطية الدول، نكون واضحين. يعني بيروقراطية أم مصالح؟ لا لا، شوفي، العالم وصل إلى قناعات وقيم تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية، صعب أن يرتد عنها. لكن المجتمع الدولي يحتاج وثائق، يحتاج عملية طويلة البال يعني الدخول في هذه الأمور، وبالتالي هناك أولويات لدى المجتمع الدولي. صعب أنه يجي يلاحق هذه الأمور هذه الأمور بين الدول، في حين أنه هناك كوارث كبيرة ما تستطيع. لا، لكن المجتمع الدولي عندما أثبت الحال على منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أنه متورط ومتواطئ مع المخابرات القطرية، أقاله مباشرة. ولو كان التحالف العربي طالب بمحاكمته وطالب بوجاب وثائق على تورطه في أعمال استخباراتية، لكان أحيل إلى تحقيق. ولكن أنا أحب أبشر أنه هنالك نشاط الآن، يمنيين حقوقيين جاهزين يجهزوا ملفات لملاحقة بعض المجرمين الدوليين الذي تورطوا في أعمال استخباراتية ضد اليمن ومعادية ضد اليمن، وسيتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي. لن تمر الجرائم دون عقاب. الجريمة ليس فقط من يأخذ البندق ويقتل. نعم. الطفل، من يمول، من يتواطأ. نعم. من يشهد زور. من يحرم عندما يكون هنالك جيعان. وصلنا في التحيتة أن نرى العظم على الجلد. الجلد على العظم. رأيتم تلك الصور. نعم. رأيتم، وصلتكم الحالات أن هناك ماتوا من الجوع. أنا عندما يكون هنالك موظف أممي فاسد يتواطأ مع الحوثيين ليحول المساعدات التي كان المفروض تروح لأولئك الناس الذين ماتوا إلى الجوع لتذهب إلى تمويل الحرب وإطالة أمد الحرب، ولدينا الوثائق وهي موجودة، ألا يستحق المحاكمة والملاحقة القانونية؟ نعم. صح ولا لا؟ صح. بالتالي المجرم ليس فقط الذي يقتل وحده، بل من ساعده على القتل ومن شهد معه الزور ومن تواطأ معه. نعم. طيب، ونحن كنا نتحدث وفي عجالة قبل أن يداهمنا الوقت بأن الملف اليمني مما شك فيه ملف أمن وطني مصري خليجي عربي بكل المقاييس. دائما مصر بتنادي أيضا ضرورة تحول العمليات العسكرية إلى مفاوضات، وهذا ما أكده أيضا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. كيف يمكن أن نحول يعني المشهد في اليمن فيما يخص الجماعات الميليشيات المسلحة الانقلابية إلى مفاوضات في ظل الحديث اللي احنا تحدثنا؟ أستاذة دينا، دعيني أوضح للمشاهد الكريم أمر مهم. إنه التحالف العربي وتدخله في اليمن عاصفة الحزم كله هي عبارة عن دعم للعودة إلى المسار السياسي. كان هناك تحول سياسي في اليمن. نعم. نتيجة المبادرة الخليجية. هذه المبادرة الخليجية أفرزت عنها آلية تنفيذية، ثم جاءت مخرجات الحوار الوطني، وكانت اليمن على شفاء أن تذهب إلى التحول السلمي للسلطة وتحول سياسي نوعي. الحوثيين انقلبوا على هذه العملية كلها واستقوا بالسلاح وارتهنوا بالخارج وأجهضوا كل تلك العملية. عاصفة الحزم أجادت. نعم. جاءت لإعادة الحياة السياسية في اليمن. عاصفة الحزم ليست حرب لمجرد الحرب. وبالتالي عندما يتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي عن مسألة ثلاث أوجديات، وهذه تغريدة قبل ساعة ونص. نعم. تقريبا نزلت من حسابه في تويتر، أنه لدى التحالف ثلاث أولويات. أولا وصول الإغاثة للمدنيين، حماية المدنيين، والأمر الثالث
التحول من العمل العسكري إلى عملية دبلوماسية إلى عملية سياسية. هذا الأمر ليس بدعا وليس موقف جديد من التحالف العربي. فالتحالف العربي أساسا كل العمليات العسكرية التي يقوم بها من أجل صناعة التحول السياسي داخل اليمن. هل يمكن أن يحدث ذلك مستقبل يعني في المرحلة المقبلة؟ أكيد أكيد. مش القصة وكيف سيكون شكل يعني هذا التحول؟ أستاذ أقول لك بشيء. شوفي، حتى كان هناك تغريدة اليوم لوزير الشؤون الخارجية مع الدكتور مراد القاش أنه حتى في الحديث مع الحوثيين أعتقد أنه في كثير من اليمنيين قد يرفضوا هذا الكلام، لكن في الأخير الواقع يفرض نفسه. حتى الحوثيين يمكن استيعابهم، لكن ما تجيش تقول لي 3% من الشعب يستولوا على السلطة مقابل يشتوا 50% من السلطة حق الوطن. لا، أنا أعتقد أنه مسألة العودة للحياة السياسية والمسار السياسي هو المحصلة الأساسية من الحرب. التحالف العربي والحكومة الشرعية لا يحاربون لمجرد الحرب أو بحثا عن الحرب. الحرب مثل العملية الجراحية، يعني مسألة اضطرارية. مكره أخاك لا بطل. لم ندخل الحرب بمحض إرادتنا. التنازلات التي قدمها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي للحوثيين ولغير الحوثيين من أجل التحول السياسي إلى حياة سياسية كانت تحولات لدرجة أن بعض الناس كان يتهمه أنه رئيس ضعيف. لكن في الأخير الحلم الذي قدمه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، الأداء التعنت التي كان يعمله الحوثيين وحتى كثير من القوى السياسية بما في ذلك الإخوان المسلمين وغيرهم، كانوا كل واحد معه مشروع يستقوي لفرض مشروعه. وفي الأخير نحن نريد حياة سياسية. الحياة السياسية معناه أن يكون المآل النفوذ الوحيد المواطن، يعني الذي معه مواطنين ينتخبوا في الأخير هو الذي يطلع. والحقيقة يعني يعني كل التاريخ يتحدث عن نفسه بأن العودة إلى الحياة السياسية هي بتبقى مفاتيح الحلول لكل المشاكل اللي إحنا يعني عبر العصور وعبر التاريخ شهدناها. ومؤكد في ومؤكد أن الحرب في اليمن ستنتهي بحياة سياسية. هذا يعني هذا هو الخارطة الطريق لها. الحرب في اليمن لم تعمل من أجل التصريحات الرسمية والتعبيرات الرسمية من الإخوة في المملكة العربية السعودية والإخوة في الإمارات العربية المتحدة. نحن جئنا لنساعد اليمن، وهذا أمر واضح. وحتى سلوكهم السياسي ماشي على كذا، نساعد اليمن لتعود إلى حياة سياسية ونسلم السلطة إلى الشعب اليمني يحكم أمره بالشكل الذي يرى. إن شاء الله يا فندم. الدكتور عبد الملك اليوسف في المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا على هذه التحليلات الثمينة هنا في استوديو النيل وتحديدا المشهد. شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيب. شكرا مشاهدينا الكرام. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام هذا المشهد. لكم تحية كل فريق العمل على رأس الساعة القادمة نشرة جديدة. كونوا معنا.